أنا شاب ولكن مسيرتي ابتدأت منذ 90 عاماً، وكبت تاريخ لبنان منذ 1921، فارتبطت ذاكرتي به ارتباطاً وثيقاً، ورثت تاريخاً مصرفياً عريقاً كان ثمرة اتحاد مصرفين. وخلال 90 ربيعاً بقيت وفياً لبلدي وزبائني، محافظاً على نشاطي وحيويتي. بالمناسبة أنا الأول على لائحة المصارف اللبنانية واسمي فرنسا بنك. مطلع القرن الماضي شكلت صناعة الحرير العصب الأساس في الاقتصاد الوطني، وعمل أكثر من نصف السكان أنذاك في 183 مصنعا للحرير منتشرة في ربوع جبل لبنان، حيث صدر أكثر من 90% من الإنتاج إلى فرنسا. لتلبية احتياجات التجار والصناعيين الذين هم على تواصل دائم مع شركات البيع الأجنبية، ولد بنك صباغ، أحد المصرفين اللذين انبثقت منهما. عام 1921 بدء الانتداب الفرنسي. في هذا العام تأسس في بيروت المصرف الثاني الذي انبثقت منه، كريدي فونسي دالجيري اي دو تونيزي. عجلة التحديث تتسارع، سي اف اتي يشارك في هذا النمو، لا سيما في مجال الزراعة عبر تقديم قروض للمزارعين في لبنان، مطورا ومموّلا المشاريع من بينها إنشاء إدارة التبغ. تنهض بيروت حيث يطور المهندسون البنيان والعمران. في عام 33 سي اف اتي وبالتعاون مع مؤسسات مالية يساهم في تمويل مشروع سان جورج الشهير. في تلك الحقبة يطلق جبران تويني جريدة النهار، إحدى ركائز الإعلام اللبناني الحر، بدعم وتمويل من بنك صباغ. ٢٢ تشرين الثاني ٤٣، بزوغ فجر الاستقلال. تزامناً لبنان يفتتح مرحلة ذهبية من الازدهار، مترافقة مع غليان فني وثقافي واستقطاب مالي لمنطقة الشرق الأوسط، ليتحول إلى نقطة إشعاع. في حين كان العالم العربي ينجذب نحو الاشتراكية، في هذه الفترة وفي منزل هادئ في قلب بيروت يترعرع الشقيقان عدنان وعادل القصار، والدهما قاض نزيه ومعروف بأمانته، والأم مربية تنشئهما على قيم المشاركة والأخوة، هذه القيم التي ستكون منارتهما نحو المستقبل. عام 68 إسرائيل تقصف مطار بيروت الدولي رداً على الهجوم الذي نفذته الجبهة الشعبية ضد طائرة تابعة لشركة العالي الإسرائيلية في أثينا. لبنان يضطرب. الحصيلة تدمير 13 طائرة مدنية نصفها تابع للخطوط الجوية اللبنانية الدولية التي أفلست. ممول الشركة بنك صباغ يهتز لهذه الأنباء. مع تصاعد الموجة التحررية في المغرب العربي يرتد سي اف اتي نحو فرنسا، بائعا جميع فروعه في لبنان للبنك الفرنسي للشرق الأوسط. 75 اندلعت ما عرف بالحرب الأهلية في لبنان، العاصمة تنقسم والوطن يتمزق.
فيما القطاعان المصرفي والصناعي يهتزان. هذا الوضع دفع نحو تحالفات جديدة. مجموعة أندوسياز تسهل عملية الدمج بين بنك صباغ والبنك الفرنسي للشرق الأوسط، الدمج الذي استكمل عام 1978. خلال هذا الوقت الأخوان القصار يتقدمان بخطى واثقة، فقد تم تعيين والدهما كسفير في باكستان. اغتنم الأخوان هذه الفرصة لينفتحا على الصين، والسفر إلى قلب الصين الشعبية في تلك الفترة كان أشبه بالمستحيل. أثمرت جهودهما عبر مجموعة القصار إنشاء 36 مكتباً لاستيراد السلع الصينية إلى الشرق الأوسط. عام 1978، فيما لبنان لا يزال تحت وطأة الحرب، أندوسياز يقرر بيع فرنسا بانك. كنا بوقتها في خضم الاستيراد والتصدير والتجارة، الحقيقة ما كانت خاطرة بفكرنا. رأساً رياكشن قلت له نحن منشتري. وقتها مانعوا شوي. واجهتنا صعوبات بالأول لحتى لي البنك المركزي وافق لنا على الشراء. أخذت سنتين يعني أخذوا عطا. إجوا قالوا لنا هيدا أقدم بنك، هيدا عنده أكبر عدد فروع، هيك بتكون تيجي بتشتري يعني هيك. كتير تعذبنا. وتم الاتفاق، اشترينا وقتها بسنة 1980. المصرف يتخذ شارع الحمرة مقراً له ضمن المبنى القديم لبنك صباغ. أنشئ المقر الأساسي عام 69 من قبل ألتو، المهندس الفنلندي المشهور عالمياً. لما أخذنا الموافقة أهم شيء كان المحافظة على الموجود. كنا متعطشين نتعلم. الموضوع بيبقى مثل ما هو، الإدارة ما بيتحرك فيها حدا. زتينا حالنا لنكتسب أكتر شيء ممكن. الله يرحم المدير العام حبيب نوفل، إجا قال خد مكتبي. قلت له أعوذ بالله، ولا يمكن. أخذت مكتب قد نص مكتبه لأنه هيدا كان موجود. انغمسنا اتنيناتنا فيه بكل كوانا وبكل إمكانياتنا. وين في عنا آراء جديدة للتحسين نجي نحنا نطرح عليكم، وبيكون في تشاور نحنا وياكم. فتحنا بعلبك، فتحنا بجنوب، محلات يلي كان ما حدا يفكر فيها بوقتها وكانت ايام حرب. بس عنا كان فكرة توسعية، رأسا نزلنا فيها وتجاوبوا معنا الموجودين بالبنك. في وجه الأزمة في لبنان، وعندما هاجر الكثير من اللبنانيين، قرر فرنسا بنك وفاء منه لعملائه اللحاق بهم أينما حلوا، فاستقر على ضفاف بحيرة ليمان في قلب جنيف، وساهم في رأس مال فرانساد، مجموعة مصرفية كبرى في سويسرا وأوروبا. حزيران 82، إسرائيل تجتاح لبنان. على الرغم من ذلك، فرنسا بنك يفتتح فرعا جديدا في مدينة النبطي في 6 تموز من ذلك العام. بعد سنة وضمن استراتيجية التوسع والتطور، يجري الأخوان القصار اتصالات مع بنك كريدي أغريكول بهدف إدخاله في رأس مال المصرف. قالوا لي بس نحن بعدنا هلا ناشئين، يعني صحيح بنك كبير كل التعاونيات فيه حجما، بس ما عنا كتير اتصالات دولية. قلت لهم طيب أنا برجع بعد سنة. هيدي تعلمناها من الصين، ما تقطع الأمل وخذ الوقت. فجينا بعد سنة رجعت لعندهم. بعتبر الإنجاز هيدا من كمان من أكبر الإنجازات. ليش؟ أهميته كانت أنه تقدر تجيب مؤسسة عالمية كالكريدي أغريكول تدخل بنك لبناني. سنة 84 بعز الحرب كانوا عم يخطفوا الفرنساوية، يجوا لحديت بيروت ليتباحثوا معنا ويقتنعوا منا. قصة الواحد يعني بيفكر فيها بيقول هل كانت معقولة هالشي؟ بس بده يكون الواحد عنده الإيمان ويقول أنا بدي أوصل.
أيلول 84 يساهم كريدي أغريكول برأس مال فرنسا بنك، حيث يفتتح الأخير أول مصرف تابع له في باريس. 86 افتتاح مكتب تمثيلي في هونغ كونغ. 88 دخول قارة أفريقيا عبر مصرف جديد في زائير. 13 تشرين الأول 90 توقف القتال في لبنان، حان وقت إعادة البناء. فرنسا بنك يساهم في الأعمار. 94 فرنسا بنك يطلق أول شركة إيجار تمويلي لبانيز ليزينج كومباني. الهدف تأجير المعدات لمختلف قطاعات الإنتاج لتجنب خضوعهم لاستثمارات كبيرة وبالتالي تسريع هيكلة الإعمار. تزامناً فرنسا بنك يؤسس مصرفاً متخصصاً بالاستثمارات والمشاريع فرنسا إنفست بنك. المصرفي عنده بصير نظرة شاملة على الاقتصاد بمجمله، بصير بتقدر تنقي القطاع اللي بدك انت تنميه او تكبره، تشوف اي هو بفيد البلد حتى اللي تقدر تجي تساعده اكتر من غيره. عندك انبوت، يعني بتقدر تجي تجيب شيء منك انت حتى تفيد بلدك. 18 أيلول 95 الشركة الألمانية للاستثمار والتنمية التي تحتل المراتب الأولى بين المؤسسات المالية العالمية تشارك ب 5% من رأس مال فرنسا بنك. عادة بيفوتوا بيقعدوا 3-4 سنين بيربحوا وبيروحوا، إلهم معنا هلأ أكثر من 30 سنة، عدلوا قوانينهم الداخلية ليبقوا معنا لأنه مبسوطين. ودخلنا معنا شركاء كمان من العالم العربي، مؤسسة التأمينات الكويتية، مؤسسة ضخمة جدا. صار البنك عنده أساس مساهمين دوليين، هيدي بنعتز فيها ونحن من الأوائل فيها. هيدي يكرس البنك جهوده لإعادة أعمار لبنان، وفي الوقت عينه يرسخ قواعده ويستمر في سياسته التوسعية. فرنسا بنك يستحوذ خلال 12 عاماً فقط على 7 مؤسسات مصرفية. في الوقت نفسه المصرف يؤسس أكثر من 7 شركات تابعة. في هذا الوقت القصير فرنسا بنك ينمو وينتشر في جميع أنحاء العالم. فرنسا أول وجود لفرنسا بنك خارج لبنان عام 84. الجزائر المصرف اللبناني الأول والوحيد الذي يدخل الأسواق الجزائرية. السودان مصرف إسلامي مع شركاء إقليميين عالميين. سوريا انتشار سريع وافتتاح 9 فروع في غضون سنتين فقط. روسيا البيضاء المصرف اللبناني الأول والوحيد في سوق أوروبا الشرقية الواعد. قبرص تواجد من خلال مصرف البي ال سي التابع لمجموعة فرنسا بنك. توسع في لبنان، انتشر في العالم. أمام هذا نسأل، ما سر هذا المصرف؟ العنصر البشري أنا برأيي هو شيء أساسي أساسي أساسي. دونك هيدا يلي بيجي بمكن مؤسسة تنمى وتكبر. عشان هيك بنعطي أهمية كبيرة كتير للعنصر البشري بتنقايته، بتدريبه، بتمكينه أنه يعتبر انتمائه للمؤسسة، يصير يعتبر حاله عائلة وحدة.
وقت قياسي فرنسا بنك تنمو وتنتشر دوما في جميع أنحاء العالم. ما هي الرؤية؟ ماذا عن المستقبل؟ الإنجاز هو العمل اليومي كمان، متابعة الأمور كلها بشكل عام، ويكون الواحد منفتح كمان للتغيير للتحسين، ما يعتبر هو انه وصل للشيء يلي هو السمم يلي خلاص. لا، البنك مثل ما شايفينه عم يكبر بطريقة مسلة وما فيها تعركج. دونك برأينا بالطريقة اللي نحن ماشيين فيها ان شاء الله عايمنا او عايم غيرنا بيصير بالبنك الاول